أهلا بكم. هنتكلم عن أنواع السموم. الناس تعتقد أن سموم الثعابين حاجة واحدة، أن سم الثعبان كله زي بعض، كله بيقتل، كله بيأذي وخلاص. الفكرة هذه فكرة خاطئة، لأنه سموم الثعابين بتختلف حسب نوع الثعبان، حسب فصيلته، حسب تركيبة السم اللي موجود فيه. السم عبارة عن أنزيمات، بروتينات، مواد حيوية موجودة داخل الثعبان. الثعبان بيأخذها بيخزنها في خزان خاص بالسم. أتكلمنا في حلقة الأنياب عن الخزان وعن الأشياء اللي ليها علاقة بالسم. إيش الفرق بين السموم؟ فرق كبير جدا بين سموم الثعابين. في ثعبان ممكن يقتل خلال 10 دقائق، في ثعبان ممكن يقتل خلال ساعات، ممكن 20 ساعة، ممكن 24 ساعة، حسب تركيبة السم زي ما تكلمنا وحسب الشخص اللي تلدغ. في أشياء كثيرة بتأثر في الحكاية هذه. عندنا 4 أنواع أساسية من السموم. وقبل لا نتكلم في السموم، في معلومة بسيطة حابب أصححها. ناس تعتقد أنه في ثعابين سامة، وفي ثعابين نصف سامة، وفي ثعابين غير سامة. ما في حاجة اسمها نصف سامة. الثعبان يا إما سام يا إما غير سام. السام سمه بيختلف، ممكن يكون قاتل مميت في دقائق، ممكن يكون خفيف ما له أي أضرار إلا أضرار بسيطة. أنواع السموم 4 أنواع زي ما تكلمنا: سموم دموية، سموم عصبية، سموم عضلية، وسموم لها تأثيرات خارجية. السموم العصبية خاصة بعائلة الصلال، زي الكوبرا، زي ثعبان المرجان، زي المامبا. هذه سمومها يسموها سموم عصبية، بتهاجم الجهاز العصبي وبتسوي فيه أضرار كثير جدا. الواحد بيدخل في نوبات تشنجات، إضافة إلى الأعراض الجانبية اللي بتسببها الدوخة، الغثيان، الصداع، المغص، إحمرار المنطقة، تأكل الأنسجة، أشياء كثير جدا بتصير. النوع الثاني السموم الدموية، سموم بتهاجم التركيبة الدموية، والسموم هذه خاصة بالأفاعي. أي نوع من الأفاعي سمومه بتعتبر دموية. عندنا الأفاعي المجلجلة، الأفاعي المقرنة، أفاعي الجابون، هذه كلها سمومها دموية، بتسبب أضرار جانبية. كل الثعابين بتسبب أضرار جانبية، لكن السم بيشتغل في شيء معين أو في شيء محدد بيكون له تأثير كبير. يعني السموم العصبية بتشتغل على الجهاز العصبي، السموم الدموية بتشتغل على تركيبة الدم، بتكسر الدم، بتخرب الصفائح. عندنا نوع ثالث اسمه السموم العضلية. السموم العضلية خاصة بثعابين البحر. ثعابين البحر لو لدغت إنسان بتسبب له عدم القدرة على التحكم في العضلات، بالإضافة إلى الأعراض الجانبية، وبعد كده بتحصل حالات الوفاة لأنه بيفقد السيطرة، وخصوصا لو كان بيغوص أو كان في منطقة بعيدة عن الأسعافات الأولية أو مستشفى للعلاج. النوع الرابع سموم لها تأثيرات خارجية. في ثعابين زي الكوبرا الباسقة بتبصق السم لمسافة توصل إلى أكثر من 3 أمتار، وبتركز على العين مباشرة، بتقذف السم على العين، فممكن تسبب نوع من الالتهابات، عمى مؤقت، ممكن يحصل عمى دائم حسب الشخص وحسب تركيبة السم. لكن السموم هذه عادة بتكون تأثيراتها خارجية أو وقتية. اللي همنا نعرف ايش انواع السموم، ايش الاضرار اللي بتجينا منها، عشان نعرف انه موضوع الثعابين موضوع مهم، ونعرف كيف نتعامل لو في يوم من الايام احد لدغ ثعبان. لازم نعرف الحاجات هذه، مهم جدا
نعرف نفهم انه السموم بتختلف. ممكن ننقذ شخص لانه في ثعابين تقتل في دقائق زي ما قلت، وفي ثعابين ممكن خلال ساعات، فممكن بكل بساطه ننقذ الشخص. وكيف انه لازم نعرف نتعامل معها ونعرف على الاقل معلومات بسيطه عشان نبعد نفسنا او نساعد الاخرين. اتمنى لكم السلامه جميعا، شكرا لكم. اعزائي متابعينا اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقه وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.